أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نكمل بداية الفصل اللي أخذناه وهو المحولة الكهربائية. إحنا بدينا بالفصل هذا اللي هو الفصل السابع، وشرحنا المحولة وقلنا من إيش تتألف، وقلنا كيف راح نحصل على التيار المحتث بالبداية. كل هاي التفاصيل أخذناها وأخذنا شرح المحولة. الآن نجي نكمل. قلنا الملف المربوط مع مصدر الفولتية المتناوبة أو الفولتية المجهزة للمحولة والذي عدد لفاته N1 يسمى بالملف الابتدائي. إذن هذا هو الملف الابتدائي المربوط بمصدر الفولتية. أما الملف المربوط مع الحمل أو الجهاز الذي يشتغل عليه المحولة اللي عدد لفاته N2 يدعى بالملف الثانوي. إذن هذا هو الملف الثانوي، هذا الملف الابتدائي وهذا الملف الثانوي. القدرة الكهربائية تدعى P، واللي P هي ما هي القدرة؟ هي القدرة P، رمزها P، تساوي حاصل ضرب الفولتية والتيار. وحداتها شنية؟ تقاس بالفولت. فإذا كل قدرة P تساوي لـ I في V، حيث أن I هو التيار و V هي الفولتية. إذا لو أردنا نحسب القدرة الداخلة في الملف الابتدائي راح نسميها P1. إذا P1 ايش راح يساوي لنا؟ تيار الملف الابتدائي هنسميه I1 في فولتية الملف الابتدائي اللي هي V1. إذا P1 راح يساوي لي I1 في V1، حيث أن P1 هي القدرة الداخلة في الملف الابتدائي، I1 تيار الملف الابتدائي، و V1 هو يمثل لي فولتية الملف الابتدائي. وعلى هالأساس نقدر نشوف القدرة الخارجة من الملف الثانوي اللي هنسميها P2 راح نساوي لنا تيار الملف الثانوي في فولتية الملف الثانوي. وحسب قانون حفظ الطاقة إن القدرة المجهزة لدائرة الملف الابتدائي تساوي القدرة الخارجة من الملف الثانوي. هذا الكلام في حالة المحولة مثالية، أي يمكن إهمال الضياع الحاصل في الطاقة خلال الأسلاك. عندئذ نسمي هاي المحولة التي تكون فيها قدرة الخارجة تساوي القدرة الداخلة راح نسميها المحولة المثالية. إذا كل محولة مثالية تكون فيها القدرة الداخلة إلى الملف الابتدائي تساوي القدرة الخارجة من الملف الثانوي. وحيث أن القدرة الداخلة هي I1 في V1 والقدرة الخارجة هي I2 في V2، إذا I1 في V1 راح يساوي لنا I2 في V2. هذا الكلام يسري فقط على يا محولة قلنا على المحولة المثالية. ولكن هل أن جميع المحولات مثالية؟ كلا، وإنما راح نفترض أنه المحولة مثالية لكن جميع المحولات يحصل فيها ضياع قدرة أثناء عملها، فتكون القدرة الخارجة أقل من القدرة الداخلة. إذن لحساب كفاءة المحولة، كفاءة المحولة حتساوي أن القدرة الخارجة من الملف الثانوي على القدرة الداخلة في الملف الابتدائي في 100%، أي أن N الكفاءة راح تساوي P2 القدرة الخارجة من الملف الثانوي على القدرة الداخلة في الملف الابتدائي في 100%. وبهاي الطريقة يمكن إيجاز N اللي هي حنسميها كفاءة المحولة إذا عرفت P2 وP1 القدرة الداخلة والقدرة الخارجة. كذلك حنأخذ علاقة أخرى ما بين عدد لفات كل من الملفين الابتدائي والثانوي وفولتية كل من الملفين الابتدائي والثانوي. هاي العلاقة اللي تقول N2 على N1 ساوي إن V2 على V1، حيث أن N2 عدد لفات الملف الثانوي، N1 عدد لفات الملف الابتدائي، V2 هي فولتية الملف الثانوي أو الفولتية الخارجة من الملف الثانوي، و V1 هي الفولتية الداخلة في الملف الابتدائي أو فولتية الملف الابتدائي. هاي العلاقة تفيدنا لإيجاد N2، لإيجاد N1، لإيجاد V2 أو لإيجاد V1. أما النسبة N2 على N1 فتدعى بنسبة التحويل في المحولة اللي هي نسبة عدد اللفات. فإذا يمكن إيجاد نسبة التحويل. ممكن يسألني سؤال يقول لي ما مقدار نسبة التحويل في المحولة؟ نجد نسبة التحويل من خلال العلاقة N2 على N1 يساوي V2 على V1، نجد نسبة التحويل. عموما المحولات الكهربائية تستخدم عند نقل الطاقة الكهربائية إلى مسافات بعيدة خلال أسلاك توصيل طويلة، فلذلك فإنها تنتقل بفولتية عالية وتيار واطي لتقليل الخسائر التي تحصل بسبب المقاومة الكبيرة لهذه الأسلاك.
هسه نقدر نسوي هذا السؤال بشكل تعليل، وهو أحد الأسئلة الوزارية. نقول علل عند نقل الطاقة الكهربائية إلى مسافات بعيدة خلال أسلاك توصيل طويلة، فإنها تنقل بفولتية عالية وتيار واطئ. علل ذلك لماذا؟ وذلك هذا الجواب لتقليل الخسارة التي تحصل بسبب المقاومة الكبيرة لهذه الأسلاك.